وخلال زيارة إذن يجريها أمير قطر إلى بغداد. وقع العراق وقطر سلسلة اتفاقات في مجالات الطاقة والبنى التحتية. وأعلنت الدوحة عزمها الاستثمارات استثمار بخمسة مليارات دولار في وقت يشهد العراق انفتاحا متزايدا على شركائه الإقليميين لتعزيز اقتصاده. ولهذه الغايه تعمل الحكومه العراقيه الجديده على ما قد يكون شريان اقتصادي يضخ الحياه في العراق ويشبهه البعض بمسار الحزام والطريق الصيني على كل الاحوال نحن نتحدث عن هذا المشروع هنا من ميناء الفاو جنوب البلاد يبدا طريق التنميه العراقي ليصل إلى آخر نقطة في شمال البلاد حيث معبر فيشخابور مثلث الربط بين تركيا وسوريا. طريق تجارية لا تعني العراق فحسب بل تصبح مشروعا لربط آسيا مع أوروبا. بعدما تتحول بلاد الرافدين لنقطة عبور كما نرى تختصر وقت السفر بين القارتين. كيف سيحصل ذلك؟ ببساطة يتكون المشروع من طريق واحد بري وآخر للسكك الحديدية بطول يتجاوز 1100 كيلومتر، يتجه كل منهما من الفاو إلى الشمال إلى فيشخابور، مسافة سيقطعها قطار المسافرين بسرعة تصل إلى 300 كيلومتر في الساعة. فيما قطار البضائع سيسير بسرعه تصل الى 160 كيلومتر اقل يعني في الساعه مما يخفض مده نقل البضائع من شمال العراق لجنوبه من 33 يوم الى 15 يوما فقط الكلفه كلفه المشروع تقدر ب 17 مليار دولار تنقسم الى جزئين فتبلغ كلفه سكك الحديد 10 مليارات ونصف المليار دولار اما كلفه الطريق البريه فسوف تكلف سته مليارات ونصف المليار دولار. طريق اذا سياحيه واخرى تجاريه تمر ب عشرة مدينه عراقيه اساسيه من البصره جنوبا باتجاه بغداد مرورا بسامراء ليصل الى فشخبر ويخدم نحو 27 مليون عراقي. اذا فائده اقتصاديه كبيره لهذا المشروع الذي ينقسم الى ثلاث مراحل الاولى تنتهي في عام 2028 وستساهم بتسهيل سفر 14 مليون شخص سنويا واكثر من 3 ملايين حاويه تصل حمولتها الى 25 مليون طن من البضائع المختلفه اذا هذه هي المرحله الاولى اما المرحله الثانيه والتي تنتهي عام 2038 فستساهم بنقل اكثر من 7 ملايين حاويه في السنه تبلغ حمولتها 33 مليون طن أما المرحلة الثالثة فتنتهي عام 2050 عندها ستبدأ الحكومة العراقية بتطبيق رؤيتها الأوسع للمشروع بربط الطريق بدول البحر المتوسط وبأوروبا لتكون طريقا تجارية أساسية يربط القارتين إذا هذا مشروع من شأنه أن يأتي بعائدات ضخمة للعراق تصل إلى ما يقارب خمسة مليارات دولار سنويا سيساهم بتأمين مئة ألف فرصة عمل بشكل مباشر عدا طبعا عن الأعمال والوظائف تلك غير المباشرة التي ستؤمنها المدن الصناعية التي ستنشأ على طرفي هذا الطريق الاستراتيجي على كل الاحوال عندما نتحدث عن هذا المشروع وفي سياق حديثنا عن المشروع العراقي الجديد وبعد توقف شحنات النفط من شمال العراق الى تركيا بقرار قضائي يخطو الجانبان خطوات جديده نحو استئناف التصدير مره اخرى فما القصه وما اهميه العلاقات بين بغداد وانقره تحديدا في انجاح هذا المشروع مشروع التنميه العراقي هي أزمة نشبت بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان عندما شرع الإقليم في تصدير الخام من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد عام 2013، خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية وصعدت الأمر للقضاء. لجأت بغداد إلى محكمة تحكيم دولية متهمة أنقرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق تركيا الموقعة بين البلدين عام 1973 وإثر فوز الحكومة العراقية بالقضية علقت تركيا استقبال شحنة نفط كردستان العراق منذ أواخر مارس الماضي والتي بلغت 450 الف برميل يومياً. ليس هذا وحسب بل ألزمت هيئة التحكيم الدولية تركيا بدفع 1.5 مليار دولار إلى العراق نظير تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جهان ما بين الأعوام 2014-2018 من دون موافقة بغداد وبحسب وكاله رويترز فان التوقف المستمر لضخ النفط منذ ثمانين يوما تقريبا كلف حكومه اقليم كردستان اكثر من ملياري دولار بعد توفيق الاوضاع بين الاقليم وبغداد عادت المباحثات مره اخرى بين العراق وتركيا حول استئناف تصدير النفط الذي توقف من شمال العراق وبحسب مسؤولين عراقيين فإن بلدهم مستعدة لضخ 500 ألف برميل نفط يومياً في حال استئناف الضخ مرة أخرى الحديث عن مشروع العراقي هذا الجديد أثار كثير من التساؤلات بالمقابل بشأن قناة السويس ومدى تأثير أو تأثرها بهذا المشروع في وقت تشهد العلاقات العراقيه المصريه انفتاحا واضحا خصوصا فيما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والانماء بينهما. لنتوقف قليلا لنتعرف الى طبيعه او مجهودات هذه العلاقات المصريه العراقيه التجاريه تحديدا في هذا التقرير. تتسم العلاقات بين العراق ومصر بالتبادل التجاري والاستثمار الصناعي والزراعي والطاقه والسياحه والبناء والتشييد. ويعد العراق ومصر عضوين بارزين في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية. في عام 2020 وقع العراق ومصر عدة مذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية. بعد عام وقعت مصر والعراق البروتوكول التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين ويقضي بتحرير كل السلع المتبادلة ذات المنشأ الوطنية في كلا البلدين من القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة عليهما خلال قمة ثلاثية عقدها زعماء مصر والأردن والعراق في 25 من أغسطس 2020، تم الاتفاق على مشروع الشام الجديد، وهو خط بري بين مصر والأردن والعراق، يستهدف هذا التحالف حصول كل من مصر والأردن على النفط العراقي بأسعار منخفضة عن طريق إنشاء خط نفطي عراقي من البصرة إلى ميناء العقبة في الأردن ثم إلى مصر عبر البحر الأحمر، ويهدف هذا المشروع إلى تصدير الكهرباء من مصر إلى كل من العراق والأردن ولذلك تم تطوير المناطق الصناعيه اذ يعتمد هذا المشروع على الكتله النفطيه في العراق والكتله البشريه في مصر والاردن باعتباره حلقه وصل بينهما وفي زيارة رسمية أخيرة لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني إلى القاهرة للمرة الثانية خلال نحو مئة يوم كشف وزير التجارة أثير داود الغريري عن حراك لزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق ومصر معلنا الاتفاق على أحد عشر مذكرة تفاهم من المؤمل إبرامها اذا لنتحدث اكثر عن هذا المشروع الطموح الذي انتم سوف يكون من اهم طرق النقل في المنطقه ارحب بضيوفنا ابدا من بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني استاذ العلاقات الاقتصاديه الدوليه في الجامعه العراقيه اهلا وسهلا بك يا دكتور وايضا من اسطنبول الدكتور هاكان يور داكول. عضو المجلس الاقتصادي للرئاسه التركيه اهلا بك من القاهره دكتور صفي الدين خربوش استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره وعضو لجنه شؤون العربيه بمجلس النواب المصري اهلا بكم جميعا معنا في هذا الحوار لابد ان نبدا من بغداد اليوم اذا كما ذكرنا يا دكتور مشهداني هو مشروع جدا طموح خطة طموحة تبدأ يعني على الأقل يمكن أن تكون جاهزة في حسب العشرين أعرف أربعة وعشرين أو غيره ليس لدي 28 عفوا هل تعتقد فعلا من حيث الواقع وليس فقط من حيث الطموح بأن هذا المشروع يمكن أن تحققه بغداد يمكن ان يتحقق خلال هذا الجدول الزمني وهنا نتحدث عن كل المعطيات، نحن نتحدث عن معطيات السياسيه داخل البلد، عدم الاتفاقات، المعطيات الامنيه داخل البلد وحول البلد، هذا ربما تحدث اكثر عنه مع مع ضيفي من تركيا. باختصار هل تعتقد بان الطموح واقعي؟ شكرا جزيلا تحياتي لحضرتك والضيوف الاكارم والى كل المشاهدين الكرام طبعا يعني يعني هذا صحيح الان هو في مرحله الطموح لكن هذا الطموح ليس ببعيد اليوم وزاره النقل اعلنت المصادقه على التصاميم الاساسيه للمشروع واعتقد انه التنفيذ الفعلي سيبدا مطلع العام القادم الان يعني انا كنت من ضمن المشاركين في مؤتمر الدول الخليجيه عندما تم الاعلان عن المشروع كان يعني بدايات الاهتمام بالمشروع لكن معلوماتي الاكيده بتواصلي مع وزاره النقل والدوائر المعنيه اليوم كثير من الدول ابدت استعدادها لتقديم التمويل م... للمشروع اليوم ال 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 الامير امير قطر ايضا اعلن استعداده للمساهمه ال باستثمارات، تركيا بالمؤتمر اعلنت مساهمتها باستثمارات لانجاح هذا المشروع، الصين الان دخلت على الخط وهي مهتمه جدا بهذا الموضوع، فبالتالي انا اعتقد انه قد يكون اليوم حلم لكنها ممكن جدا تطبيقه على أرض الواقع ميناء الفاو أنا زرت قبل ثلاث أشهر تقريبا قطع شوط طويل في إنجاز المرحلة الأولى اللي هي الخطوة الأساسية باتجاه انطلاق المشروع نحو تركيا ونحو أوروبا نعم طيب دكتور باختصار شديد قبل أن نذهب لديو في الكرام أيضا الثمار معروفة واضحة أكيد يعني أن, أن يكون بلاد الرافدين أن تصبح هي شريان الوصل لكل البضائع والمسافرين وغيرها القادمين من من الجنوب عبر الجنوب من من اسيا وصولا الى عبر تركيا الى اوروبا هذه الايجابيات فعلا هل تقرؤون التحديات اذا ما اردنا ان نلخصها في اربعه او ثلاث اهم التحديات لهذا المشروع يعني يعني انا الحقيقه ايضا متابع للموضوع بشكل جيد، تثار موضوع الجانب الامني ربما يكون واحد من التحديات، والجانب التمويل، تمويل المشروع، اعتقد أيوة. مساله تمويل المشروع الان يعني م. انتهينا منه لانه الان بدات العروض التي تتلقاها الحكومه العراقيه لتنفيذ المشروع. الجانب الامني اليوم ايضا العراق وضع الامني افضل بكثير من قبل سنتين او ثلاثه سنوات، واعتقد انه هو بدا هذا المشروع يخدم مصلحه كل دول المنطقه وليس ليس فقط العراق، ولذلك الكل تشعر بضروره استقرار العراق من الناحيه الامنيه ومن الناحيه السياسيه لان استقرار العراق هو استقرار لباقي دول المنطقه وبذلك نجد انه هو محور اهتمام اليوم، فانا نعم. اعتقد انه هذه التحديين الابرز في الموضوع ممكن تجاوزها، نعم. طيب، اذهب الى القاهره، دكتور صفي الدين خربوش الكل عندما سمع في هذا المشروع طبعا يعني الموازي لهذا الطريق هو طريق المصري هو قناه القناة السويس عبر يعني قناه السويس وصولا الى البحر المتوسط ومنه الى الى اوروبا هذا سيأخذ هل تعتقدون ان هذا سوف ياخذ من نصيب قناه السويس من نصيب مصر من هذا الطريق لانه هو بالنتيجه موازي له يعني ويقوم بنفس الوصل بل البعض يقول بانه اسرع ربما اقرب على اسيا من جهه وبريا يمكن التعامل معه افضل اهلا وسهلا بحضرتك وبضيفيك الكريمين وبسيدات المشاهدات والساده المشاهدين اهلا بك يعني طبعا احيانا كلما تثار فكره قضيه يعني انشاء مشروع جديد ينظر اليه باعتباره منافسا لقناه السويس لكن في الحقيقه من وجهه نظري الشخصيه ربما احيانا يكون في بعض المبالغه من الممكن ان تكون هذه الطرق البديله هي طرق مكمله وليست بالضروره متنافسه لا سيما وكما تعلمون وكما ذكر في التقرير هناك تعاون ثنائي قوي بين كل من العراق ومصر رئيس الوزراء العراقي كان في مصر المرة الثانية خلال فترة أقل من أربعة شهور في الزيارة الثانية ووقع عدد من الاتفاقيات وهناك آلية للتعاون الثلاثي فيما بين كل من مصر والأردن والعراق وربط كهربائي واستيراد النفط من العراق كما ذكر أيضا في التقرير ثم يعني فكرة التنافس هي في الحقيقة أنا أميل لفكرة التكامل من الممكن أن يكون هناك تكامل من حق العراق طبعا أن يعني أن يقوم أو يفكر في هذا المشروع الطموح ما هي ما هي المصالح أو الحاجات التي يمكن أن تتكامل يا دكتور؟ يعني على سبيل المثال لما نتحدث عن حتى النفط العراقي م. بين الطريقين يعني من الممكن ان يحدث نوع من يعني بما انه بما ان كل من مصر والعراق يعني العلاقات فيما بينهما طيبه أي. من الممكن للفنيين في الدولتين ان يقوموا بالتنسيق بحيث يتحقق اكبر استفادة ممكنه لكل من مصر ومن خلال قناه السويس ولا العراق من خلال المشروع الضخم الذي ينوي ان ينشئه طيب. هذا امر وارد طبعا في جميع م. يعني التعاونيات لا يمكن ان نقول انه بما ان قناه السويس موجوده فينبغي الا تنشا مشروعات اخرى او ان يكون هذا بالضروره يمثل ضررا الافضل ان نتعاون معا لا سيما في ظل العلاقات السياسيه الطيبه لكي يعني يصل كل منا اقصد يعني مصر والعراق الى افضل استفاده ممكنه من الطريقين عندك طيب. قبل ان اذهب الى الطريق. الى تركيا ايضا بنظريه هذه التكامل والشهية الشهيه التركيه ايضا مفتوحة على ما فهمنا من التمويل من العلاقات على هذا الطريق طبعا لأنه بالنتيجة يعني هو الطريق سوف يبدأ من ميناء الفاو بجنوب العراق وصولا إلى شمال العراق عبر هذا المثلث بين تركيا والعراق وسوريا وبالتالي عفوا الجانب التركي سوف يكمل طريق البر والسكك في طريق التنمية العراقي الدكتور هاكان هل ترى المشروع واقعي؟ كيف ترونه؟ تركيا هل تعتقد بأن أهم التحديات توافق أنت أيضا على ما قاله الدكتور من بغداد بأن أهم التحديات ربما هي الأمن والتمويل التمويل يبدو بأن هناك يعني مجالات لحله ماذا عن الأمن برأيكم؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافه. نعم هو مشروع واقعي وليس فقط مشروعا واقعيا بل هو ضروره للمنطقه فهذا مهم جدا التجاره كبيره جدا من البصره الى ازمير لطالما كانت هذه الطريق طريق تقليديه تجاريه وما نحاول ان نقوم به هو اعاده احياء هذا الطريق التاريخي وكما قال ضيفكم الكريم من مصر وهو محق نعرف أن القدرات التركية والبنى التحتية في المنطقة قد تكون أحيانا محدودة على عكس التجارة التي تنمو بسرعة هائلة وبالتالي لا بد أن تتكامل هذه الطرق كما قال الضيف ببعضها البعض وبالتالي هذا أمر واقعي لا أعتقد أن التمويل سيشكل مشكلة أبداً، لأنه تعرفون أننا في السنوات العشرين الأخيرة نحن في تركيا نفذنا الكثير من المشاريع الدولية من خلال استخدام التمويل الدولي أو التمويل الداخلي، ومن خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فأصبح لدينا خبرة واسعة جداً في هذا المجال. المشكلة الوحيدة تبدو فعلاً أمنية، وهي في أمن واستقرار المنطقة. ولكن ما الذي ياتي اولا المال ثم الامن او الامن ثم المال اعتقد ان الامران يسيران سويا بموازاه بعضهما البعض واعتقد اننا اذا ما قمنا بحل مساله المال سنتمكن ايضا من حل مساله الامن وتركيا ايضا لديها خبره وتجربه طويله جدا في الحفاظ على الاستقرار داخليا في في تركيا وبالتالي اعتقد ان هذه هذه الطريق هذا المشروع هو ضروره للمنطقه ويمكن حل مشكلة الأمن والمسألة الجوهرية هي التعاون بين هذه الدول لا يجوز فقط أن نتحدث عن تركيا والعراق ومصر أعتقد حتى أن إيران سيكون لديها دور أيضا في تسهيل التجارة بين الشرق والغرب ومن آسيا إلى أوروبا كل هذه الدول سيكون لديها دور فهكذا مشاريع تدعم السلام والاستقرار في المنطقة ليس فقط في العراق وفي تركيا ولكن نعم. هذا مهم ايضا للعراق لانها دوله غنيه جدا ولم تستفد بعد من هذا الغنى الموجود عليها فهذه الطريق مهمه جدا ونعرف اهميه التجاره في في منطقه دعني دي. اذهب الى بغداد انت طرحت يعني سؤال جيد جدا ربما هو لب الموضوع دكتور عبد الرحمن من ياتي قبل المال امن التمويل نعم. من الامن يعني يمكن اليوم لو بشكل يعني بين قوسين شراء الامن بمعنى اذا كانت الحصص يعني وزعت على الجميع، الجميع استفاد، الجميع صار باحسن حال، واتكلم هنا عن فرقاء داخل العراق وجيرانكم ان كان ايران ولا كان تركيا ولا حتى يعني منافسين الاقتصاديين ولكن المتعاونين معكم. كيف ترى كيف سيدير العراق اليوم هذه الشبكه او هذه الفكره؟ يعني انا اعتقد انه طبعا اتفق تماما مع ما طرح م. الضيفين حول الموضوع واعتقد انه الان المال هو من سيجلب الامن لانه احنا المشكله بالعراق ليس من الشركاء المحليين بل م. الخطوره تكمن من الشركاء الخارجيين يعني دائما مشاكلنا لكن دكتور تأتي اسمح من لي يعني انتم انتم اليوم يعني بعض البيض. يعني اتفاق نعم. على الميزانيه مع اقليم كردستان العراقية مشكله مزمنه لم لم تستطيعوا تجاوزها ولا باي يعني مرحله من المراحل كما في مشاكل داخليه هذه هذه مشكله هذه مشكله هذه مشكله سياسيه لم تصل الى حد اشهار طيب هي مشاكل سياسيه بتولد مشاكل امنيه ودائما تحصل لا ما لا ما اعتقد انه الشركاء الان اللي موجودين لان هم الشركاء هم من يديروا الدوله وهم موجودين في البرلمان فالخلافات خلافات يعني حبايب تبقى ايه تبقى تبقى في اطار السياسه مشروع ايه. نعم اعتقد الان فكره المشروع طبعا المشروع فيه عدد كبير من المشاريع المكملة له ليس فقط الخط البري ولا خط السكة الحديد الحكومة العراقية تفكر مليا بالأمر وقبل يومين عندما كنا في زيارة لمصر وزرنا المدينة الإدارية الجديدة واحدة من الأفكار اللي في تدور في خلد السيد رئيس الوزراء أنه بناء مدن جديدة على شاكلة مم. المدينة الإدارية وتحدث مع ال 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 الجانب المصري حول إمكانية إنشاء هذه المدن فأعتقد أنه إنشاء المدن الجديدة البدء بإنشاءها الآن سيوفر الأمن لاحقا باعتبار أن هذه المناطق التي نتحدث عنها المناطق جيد. الخطرة هي مناطق مم. صحراوية غير مم. مأهولة بالسكان لكن عندما تؤهل بالسكان ويستقر وضعها الاقتصادي مم. والمالي مم. أنا أعتقد أنه ممكن أن نحقق الأمن بس بسهولة، نعم دكتور بنعم أو لا، إيران معكم في هذا في هذا الدعم لأن قلت أن المشاكل من الخارج وليس من الداخل، إيران وتركيا تعتقد بأن لديهم حصة بهذا الاستدباب الاقتصادي الذي سيتبعه أمني لا تركيا تركيا تدفع من زمان يعني انا حضرت أيه. المؤتمر في عام 2018 وفي طيب. عام 2022 وهي أيه. تدفع باتجاه تنفيذ المشروع إيران. وانجاز المشروع لانه تعتقد انه اكو ترابط كبير بالمصالح ايران بالمؤتمر الاخير كانت حاضره وقد ابدت استعدادها وابدت رغبتها بالربط السككي مع مم. الخط الناقل باتجاه جاي. تركيا طيب. فانا اعتقد الان اكو مصالح مشتركه بين مم. الدول الجوار كلها بالمناسبه لا تسمحي لي السعوديه السعوديه ايضا ابدت استعدادها بالربط السككي باعتبار ان هناك كثير من الحجاج والمعتمرين من اسيا الوسطى ومن تركيا ومن اوروبا ممكن ان ياتون الى المملكه العربيه السعوديه عن طريق الخط السكك الحديد. ضيوفنا على مساعدتنا على فهم هذا الموضوع، شكرا. نذهب إلى